ايوه، ما هي دي السلام عليكم ورحمة والنزال الله وبركاته، ازيكم يا ده حبايبي؟ مشيتها. عاملين هي دي ايه؟ النهارده كده عندي شو في سوق التلات، بكام ده؟ المتر بكام؟ بكام؟ 35 35. 35 حلو قوي، جميل ما شاء الله. ده كله فين؟ عند عم شوقي. بقى ومش ب 30، في ب 30 وفي ب 35 وفي ب 25 جنيه. شايفين المشجرة دي حلوة ومشيتها حلوة، تنفع معاك بلوزات جميلة. شايفين في اللون اللبني دوت، الورد اللبني وورد برتقاني. عند عم شوقي ايه المقلم ده؟ جوبلين. جوبلين 30. حلو ما شاء الله. عارفه مطه؟ جميل. امال ايه ده 30؟ ده نوع هي كريشه دي. 30 في منها اللون دوت واللبني ده. تنفع ايه دي؟ كفر حاجات؟ لا، وملابس. ملابس حاجات. ما شاء الله شكلها حلو، الواناتها كلها جميله. شغاله والله في الاسواق كلها حلو. ربنا يوسع عليك. ماشي، شكرا. نعمل بقية الفيديو مع بعض كده. زي ما انتم شايفين تشكيلة القماش الموجودة، عنده حاجات ب 30 وب 25. المتر ب 30 جنيه، في ب 30 وفي ب 35. القماش اللي انتم شايفينه ده المتر ب 30 وب 35. بصراحة الأسبوع ده كان عنده تشكيلة حلوة من القماش زي ما انتم شايفين كده. نكمل مع بعض. البن والخامات بتاعتهم تقيلة، في خامة تقيلة وفي خامة خفيفة، تمشي معاكي قوي في البناطيل، جيب، في حاجات بقى خفيفة شوية بس ده يعني الوانات فاتحة بامبا، في حاجات كوريشة، في ناس ممكن تاخدها تتعمل كفر مرتبة. هنشوفه مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده. ب 30 جنيه. حلوة اوي الحاجات دي ومشيتها على فكرة حلوة. دي على قطن اهي، مشيتها على قطن. متر ب 30 جنيه، ما شاء الله دي التشكيلة حلوة. ده كله فين؟ عند عم شوي. ومشي على قطن اهي، جميلة حلو قوي دي ما شاء الله. شايفين الحاجات دي؟ ما شاء الله جميلة تحفة. ده كمان ده كله فين؟ عند عم شوقي. اي متر ب 30. ما تقوم تفرد لي عسل كده. متر ب 30 جنيه، وده ب 30، ده ب 30 جنيه. ما شاء الله. هات هات هات، ده حلو قوي اهو. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله المتر بتاعه ب 30. جميل اهو، القماشه بتاعته محمله، تمشي معاكي بلوزات حلوه جميله. دي سكوبا، دي سكوبا دي ب 30 جنيه برضه. ده الزيتي، ده الزيتي حلو قوي ب 30. دي جميلة هي، تتعمل بلوزة. شايفينها عاملة ازاي؟ ما شاء الله تحفة جميلة. شايف الخامة بتاعتها؟ ما شاء الله. دي الكحلي، دي سكوبا. شايفين السكوبا دي بكام؟ واللي في ايدك المقلمه دي بكام؟ 25. ايوه المتر من ده ب 25. المتر بتاعها ب 25 جنيه. حلوة أوي ب 25 جنيه، ما شاء الله جايب حاجات حلوة. بامبا حلو قوي البامبا ده كمان، 25 جنيه. بكم من هنا يا عم شوقي؟ بكم ده؟ 25. بصي 110. انتوا شايفين ده كمان الحاجات ديت، في حاجات كروهات كده. كانت المتر ب 25 جنيه، كانت في منها تقريبا اربع الوانات او خمسة. البامبا ده كان المتر بتاعها تقريبا ب 25 برضك، كان عنده حاجات كتير ب 25. العرض بتاعها ب 150، كانت ممكن في ناس واخدها اصلا تعمل لها كفر مرتبة، تعمل لها بيضات. بصراحة كان عنده تشكيلة حلوة من الوان زي ما انتم شايفين كده، وفي حاجات من 30 و 35 كانت تحفة بصراحة، تمشي معاك بلوزات، تمشي معاك بناطيل. والسكوبا كانت عنده كانت ب 35، كانت في منه اللي هو اللون السكري ما شاء الله. قلب يعني كان عنده حلوة حلوة، والقماشة دي تقيلة ومحملة. مع بعض كده زي ما انتم شايفين
يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيته منزل تشكيله جديده اصورها لكم. هو يعني كل الناس قربت تنزل اصلا قماش الشتوي، يعني خلاص كله بيصفي في الصيفي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.